رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن الخيريتي أن الرجل يعامل امرأته بالمعروف، ومن المعروف قول المعروف، بمعنى أن يقول الكلمة الطيبة وأن يقول الكلمة التي يعني ترفع من المعنويات السيدة داخل بيتها وتعزز ما تقوم به من أعمال. لا لا، في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولذلك لا بد أن على الأقل إذا لم يساعدها بالعمل ويدخل معها ويهز معها ويقفض على حوايج ويخدم معها، على الأقل يقول كلمة طيبة، على الأقل يشجعها، على الأقل يشكرها على ما تبدو، على ما تعمل. وإلا فنجد أن المرأة تقوم بعمل عظيم، كما قلت هي أول من يستيقظ في الصباح وآخر من ينام في الليل. بمعنى هي أول وحدة غادي تفيق باش تقد الوليدات وتوجد لهم الماكلة ديالهم والشراب ديالهم والمسائل ديالهم باش تصيفطهم للمدرسة، وآخر واحد غادي ينعس حتى الدور الدار كاملة وتشوف كل شيء وتطفي الضوء آخر واحد. بينما الرجل احيانا يدخل من العمل يدخل يمشي ياكل لا لقى شي ما ياكل، شد المانطا وينعس. ما فيش واحد النوع من الاحساس بالمسؤوليه اللازمه. المسؤوليه اللازمه هي مسؤوليه مشتركه، بمعنى انه لابد كل واحد يتحمل واحد المسؤوليه، لابد من التعاون، لابد نهز عليها واحد شويه. والا فالمراه ما يمكنش تحمل كل شيء وحدها في واحد سيما الظروف ديال اليوم اللي فيها كما قلت مجموعه ديال الضغوطات والاكراهات، واحيانا كتكون المراه كتعمل خارج البيت. فالله يكون في العوان، كاين الناس للظروف الماديه ديالهم، فلا بد انهم يتعاونوا بعضياتهم باش يقدروا يسايروا الحياة وباش يقدروا يزيدوا بها القدام. المرأة كتخدم شوية والرجل يخدم شوية وكيتعاونوا، فكتجبرهم كيتعاونوا في الكراء، كيتعاونوا في الصير، كيتعاونوا في واحد المجموعة، علما أن هذا الشيء اللي كتعاون فيه المرأة راه ماشي من اختصاصها، هو من اختصاص الزوج، لأن النفقة كلها هي من اختصاص الزوج. ولذلك لازم الواجب هو أنه تكون حتى واحد فينا ما يطلق المسؤولية على الآخر، واننا نتعاونوا في هذه المسؤوليه. لا المراه بعض المرات هذا الشيء كيوقع، بعض المرات بالنقيض، بعض المرات كتكون المراه هزه كل شيء، وهذا في الغالب من خلال الملاحظه او من خلال المتابعه انك تجبر المراه هي بزاف في الغالب، ولا سيما العيالات اللي تكونوا ربات بيت اللي هما مريحين غير في البيوت، كتجبرهم هازين اثقال واحمال كبيره لا تحملها الجبال. بينما الرجال لا يقومون بشيء، تا كيجي ويهز ويحط التقضيه وهذا، وخاصة توجد هي كل شيء ودير كل شيء، فهمتين؟ وهذا لا، لا لازم على الاقل يساعد او يهيئ لها من يساعدها. وهذا كان داخل في الثقافة الإسلامية الأصيلة، كان فيها كان الخادم أو كانت الخادمة كان داخلة في الثقافة. نعم. معنى لابد أن يكون هناك من يساعد ويعين المرأة على أعمال البيت. فالمرأة داخل بيتها حينما تقوم بما تقوم به، فهي لا تقوم به لأنه من باب المفروض عليها أو من باب الإكراه، وإنما تقوم به من باب محبة بيتها ومحبة زوجها ومحبة أسرتها، ومن باب الحفاظ على هذا البيت وصيانته والحفاظ على تماسكه. وكذلك الرجل، فالرجل يخرج للعمل ويبذل قصارى جهده خارج البيت من أجل أن تكون أسرته مرتاحة وأن تكون سعيدة وأن يحقق لها كل الاحتياجات وكل المتطلبات. والزوجة هي أحن ما تكون على زوجها وأحن ما تكون على بيتها وعلى أبنائها. ولذلك هذه الخدمة التي يتحدث عنها داخل البيت ليست من قبيل الواجب أو من قبيل المفروض، وإنما هي من قبيل ما يدخل في حسن التبعل، ومن قبيل ما يدخل في المحبة كما قلت، والحفاظ على هذا البيت والمساهمة في ريادته وفي رقيه وفي استقراره وفي استمراريته.